وللمزيد عن تطورات الأحداث ينضم إلينا ياسر الدوماني مراسل الهيئة السورية للإعلام من ريف دمشق. أهلا بك ياسر. إذا انسحاب الثوار من الدخانية، ما الأسباب؟ وضعنا في تفاصيل صورة الوضع. نعم، أهلا بك سيدتي، صباح الخير. أولا أريد أن أؤكد لك أن الثوار لا زالوا في الدخانية، كل الأخبار التي وردت هي منفية. ربما انسحاب الثوار من عدرا العمالية ومن عدرا البلد ومن تلك المناطق دفعت كثير من الناشطين إلى التسرع في نقل الأخبار. للمعلومة، معمل السمسم، المسلخ، الشهاب، الهنجارة، تلك المناطق بالإضافة إلى مع منطقة حاجز جود هي تحت سيطرة النظام منذ بداية المعركة. سيطر الثوار عليها 4 ساعات فقط مع دخول الدخانية، ثم انسحبوا منها مع كثافة النيران. نقاط الربط في منطقة الدخانية أكثر من 60 نقطة ربط، ما سيطر عليها النظام هو 4 نقاط فقط. تراجع الثوار من منطقة بعد معمل السمسم والمسلخ والشهاب والهنجارة، والنظام سيطر على تلك النقاط، لكن أكثر من 90% من منطقة الدخانية هي تحت سيطرة الثوار. قبل قليل تواصلت مع قياديين من جيش الأمة وقياديين من جيش الإسلام، وأكدوا لي أن منطقة الدخانية تحت سيطرة الثوار وهي محصنة. لا ننكر أن هناك اشتباكات، هناك سياسة أرض محروقة باستهداف المنطقة بصواريخ تطلق عليها الفيل، زلزال، صواريخ إيرانية الصنع. هناك ليلا اشتباكات لأكثر من 4 ساعات تدور على أطراف عين ترمى، لكن الاشتباكات بقلب الدخانية والثوار محافظين على نقاطهم، والاشتباكات فقط بالقرب من حاجز جود وتلك النقاط التي خسرها الثوار بين البارحة واليوم، وهي 4 نقاط لا أكثر من أصل 40 نقطة في المنطقة. الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، تمشيط بعربات الشيلكة، لكن الثوار محافظين على مواقعهم في مختلف المناطق حتى منطقة عدرا العمالي وعدرا البلد. انسحب الثوار منها انسحاب، وبرروا انسحابهم هو تعزيز جبهة الدخانية، فليس لهم فليس هناك أي من الأنباء عن سيطرة النظام على منطقة الدخانية، والأخبار منفية من قيادة العمليات، قيادة القيادة المشتركة في الغوطة الشرقية، ومن جيش الأمة، ومن كافة الفعاليات المشاركة في المنطقة. طيب ياسر، أيضا هناك أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام. نعم، حتى يعني يوميا هناك قتلى في صفوف النظام، هناك سياسة الانغماسيين التي يحاول النظام أن يتبعها مع الثوار. نحن نتكلم حتى في قبل 4 أيام في معمل السكر، هناك معلومة كثير من القنوات لم تتداولها، وهي مقتل أكثر من 86 عنصر من النظام، بينهم قائد العمليات أسر في الغوطة الشرقية. حتى في منطقة الدخانية النظام بسياسة الانغماس قتل الكثير من لجان الدفاع الوطني أو كما يطلق عليهم الأهالي الشبيحة، وقتل العشرات من الميليشيات العراقية وقوات الأسد في منطقة الدخانية وفي منطقة عين ترمى وفي جوبر، في ظل محاولات شرسة لاقتحام المنطقة. حتى على أطراف مدينة دوما، عاشت مدينة دوما أجواء متوترة ليلا باشتباكات في منطقة الاستيراد الدولي، وهناك حالة ذعر في مناطق المؤيدة في ضاحية الأسد خوفا من تقدم الثوار باتجاه مناطق مؤيدة. أما بالنسبة للدخانية كما ذكرت لك، هناك عشرات القتلى في صفوف النظام، حتى أن الصفحات المؤيدة لم توفر جهدها في نعي قتلاها بالعشرات في تلك المعارك.